صباح الخير أحبائي وعلى أعزائي، كل عام وأنتم بخير. ما زالت إسرائيل الوقحة السافلة الصهيونية تقع بإخوتنا الفلسطينيين أصحاب الوطن، وقصف لمبنى تابع لكنيسة القديس بروفيوس بغزة يصفر عن وفاة طفل وإصابة 49 مسيحيا. أصيب العشرات من المسيحيين بعد أن استهدف لكنيسة الروم الأرثوذكس كنيسة القديس بروفيوس في حي الزيتون وسط مدينة غزة. أسفرت القصف عن تدمير أجزاء كبيرة بقاعات اجتماعات تابعة للكنيسة التي كان يلجأ إليها حوالي 50 مسيحيا، حيث قتل طفلا على الأقل وأصيب عدة أشخاص جميعهم مسيحيون، ولا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض. ووقعت إصابات خطيرة بأعداد كبيرة بينما وبينها خطيرة لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة، حسب ما أوردت لنا وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قام بقصف المستشفى المعمداني التابعة لكنيسة القديس بروفيوس أول أمس، مما أسفر عن سقوط أكثر من 600 من الضحايا وعشرات المصابين. ونفت إسرائيل قصف المستشفى، مشيرة إن من قام بذلك حركة الجهاد الإسلامي، وهو ما تم نفيه من جانب الحركة. وقررت الأمم المتحدة إجراءات تحقيق حول قصف المستشفى. إلى ما زالت الخسة والندالة لهؤلاء السفلة الذين دائما يبحثون عن التدمير والدمار. إن الله لم يعلمهم أبدا قط هذه الأشياء، حتى موسى عليه السلام الذي نشر وكان في وسط اليهود لم يعلمهم الخسة، بل كان يعلمهم السلام. ولكن نحن نعلم أنهم الفريسيين الذين يبحثون دائما عن التظاهر، ويبحثون دائما عن التفاخر والظهور بصورة لائقة ظاهرية وليست حقيقية. وشريف منصور، خطة تهجير الغزاوية لسيناء ستفتح النيران على مصر، ويكفي شهدائنا جراء دخولهم في عهد الإخوان. تحويل القضية الفلسطينية إلى صراع ديني يصعب الوصول إلى اتفاق سلام. لن ننسى دماء أولادنا في سيناء على يد حركات حماس وكتائب القسام، وفتح معبر رفح بلادنا لدائرة الخطر، أكد المهندس شريف منصور رئيس تحرير الأقباط متحدون أنه يقدر الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الأزمة الحالية التي تشهد تطورات بالمنطقة في ظل الحرب الدائرة الآن على الحدود المصرية. وإن على المصريين حماية بلادهم من أي مخطط أو فكر يتم ترويجه من قبل البعض والذي يخدم جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف إن فكرة نقل سكان غزة إلى سيناء لحين قيام إسرائيل بتطهير غزة من العناصر المسلحة ثم عودتهم مرة أخرى فكرة لا يقبلها أحد، بل تدعى للسخورية، لأنه لا يمكن غربلة سكان غزة وفصل الحمسوية عن سكانها، لأنه لا توجد أي ضمانات أن عودة السكان مرة أخرى ستكون حالية من هذه العناصر المسلحة، لأن باختصار هو فكر متوغل في جميع سكان غزة بل وفي العالم كله. فعناصر الإخوان المسلمين منتشرون ونجحوا بنشر فكرهم حتى في الدول العربية مثل أوروبا وكندا وأمريكا. وتابع أيضا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال وضع أمن مصر مقابل العاطفة، سواء بعملية التهجير لسيناء أو فتح معبر رفح دون قواعد. فما هي الضمانات لعدم دخول عناصر مسلحة من خلال معبر رفح؟ فمصر عانت سنوات طويلة من عناصر حماس وكتائب القسام، وهي تحاربهم لأكثر من 7 سنوات منذ دخولهم في عهد جماعة الإخوان الإرهابية. وأشار أنه لا يمكن أن ننسى دماء الشهداء من المصريين على يد هذه التنظيمات المسلحة. وعلى كل مصري يجب أن يتذكر من قتل جنودنا في شهر رمضان قبل إفطارهم،
ومن حرق أقسام الشرطة ومن قام بعمليات إرهابية استهدفت مديريات الأمن، وكان آخرها قبل شهور باستهداف مقر الأمن الوطني بالعريش وحرق مديرية أمن الإسماعيلية، ومن قبلها حرق المحاكم والكنائس واستهداف عشرات الكمائن من الشرطة والجيش. وتوقف منصور قليلا ليعود منفعلا: علينا جميعا أن نتذكر دماء أولادنا الذين ضحوا بحياتهم على يد هذه التنظيمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وأن حماس لا ترغب في أي سلام بالمنطقة، وأن فكرة دخولهم لمصر هي فكرة قديمة حاول الرئيس المعزول محمد مرسي تحقيقها عندما عرض على الرئيس عباس أبو مازن نقل الحمساوية إلى سيناء، وهو فكر هدفه تخريب مصر ونقل دائرة الصراع والحرب إلى سيناء. ولذا على الجميع الحذر من حماس، فنحن بكل تأكيد نرفض الاعتداء على المدنيين والأطفال والنساء، ولكن يجب الإشارة أن حركة حماس ارتكبت نفس الفعل في عملياتها ضد إسرائيل بقتل الأطفال والنساء والعزل، وهو ما أغضب العالم. ليس صراع ديني، وتابع أن فكرة إطلاق لقب المقاومة على حماس هو فكر يجب تصحيحه، لأن المقاومة دائما معركتها تكون مع العسكر والجنود وليس المدنيين. واستهداف الأطفال والعجائز، على الجميع العودة لتاريخ أن أرض فلسطين كانت في البداية لليهود في عهد داود النبي والملك سليمان، وقتل السيد المسيح على يد اليهود قبل أن يتم غزوها على يد العرب بعد ذلك. ولذا فكل شخص يتمسك بفكرة أرضه وأن الحل هو السلام وإقامة دولتين معا، ولكن هذا لن يتم في ظل وجود حركة مثل حماس وكتائب القسام والجهاد وغيرها. ولكن الشيء الذي لا يدركه الأستاذ شريف منصور أن فلسطين هي للفلسطينيين، لأنه كان جلياط أصلا في الأصل فلسطيني، وقبل أن يغزو داود النبي الفلسطين فهي في الأصل فلسطينية، ويعود إلى التاريخ ذلك ويقول. وبالدليل على ذلك وهو غضب البابا شنودة الله ينيح روحه حينما أمر الأقباط بعدم دخول إسرائيل لكي يحجوا، لأن إسرائيل ليست إسرائيلية ولكنها أرض الفلسطينيين العرب، وتهدم أي محاولات للسلام. وحذر منصور من تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية دينية، فهذا يجعل الجميع خاسر، لأن التاريخ يشهد أن صراع ديني لم ينجح أو أي غضب من قبل هذا، وهو ما يصعب من فكرة الوصول إلى اتفاق سلام. ولكن في النهاية ما يشغلنا هو وطننا مصر، وأنه لن يسمح بدخوله في دائرة الصراع، فيكفي ما عانتها مصر خلال سنوات طويلة في حربها على الإرهاب، ويكفي نصرنا الكبير في 6 أكتوبر. شكرا أحبائي وأعزائي، هذا هو فكر شريف منصور، ولكن فكرنا أن فلسطين عربية عربية عربية، ونحن تحت قيادة رئيسنا المحبوب الزعيم عبد الفتاح السيسي بقيادته الحكيمة، ونرفض تهجير الغزاويين إلى سيناء الحبيبة، ليس من أجل شيء ولكن من أجل الحفاظ عليهم هم وحفاظا على مصر. شكرا أحبائي وأعزائي، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، سلام الرب يكون معكم، آمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة الجمعة 20 أكتوبر، 9 بابا. اليوم 9 من الشهر المبارك بابا، أحسن الله استقباله وأعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب. في مثل هذا اليوم من سنة 146 ميلاديا تنيح القديس أومانيوس السابع من بابوات الكرازة المرقوصية، وقد رسمه أبريميسون البابا الخامس شماسا، فأقام في هذه الخدمة 10 سنين. ولما قدم القديس يوستوس البابا السادس ورأى نجاحه وتدينه وعلمه، رسمه قصا ووكل إليه تعليم المؤمنين بكنيسة الإسكندرية وتدبيرهم وتهذيبهم على مبادئ الدين الصحيح. ولما تنيح البابا يوستوس قدم هذا الأب بطريركا، وسلم أمر الكنائس وتعليم المؤمنين إلى الأب ميركيانوس الذي صار خلفا له. فيما بعد
أما فقد كان مداوما على رد الضالين من الخطاة، مبينا للوثنيين بإيضاح ألوهية السيد المسيح ووحدانية جوهر لاهوته، وأقام على الكرسي 13 سنة وتنيح بسلام صلاته تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تذكار القديس سمعان الأسقف صلاته تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 958 للشهداء في ملك أو في ملك الملك الصالح أيوب ورئاسة الأب البطريرك الأنبا كورولوس 75 من بابوات الكرازة المركوسية، حدث في العالم أمر عجيب أزهل من رآه أو سمع به، وهو أن الشمس أظلمت تدريجيا حتى عم الظلام الوجود، ورأوا النجوم في النهار فأوقد الناس السرج وقد خافوا خوفا عظيما وابتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى بكل قلوبهم طالبين رحمته وتحننه، فترأف عليهم وأزال خوفهم وانقشعت الظلمة دفعة واحدة وظهرت الشمس وأضاءت الدنيا، فانطفأت السرج وكان ذلك من منتصف الساعة الثامنة إلى منتصف الساعة التاسعة نهارا. فمجد الناس الله الذي تمهل عليهم ولم يعاملهم بخطاياهم بل برحمته وإمهاله، له المجد في كنيسته أمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، أتمنى لكم الخير والسعادة، يوم سعيد يوم جميل، سلام الرب يكون معكم أمين.